السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم وليداتي الأبطال؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم يا ذي لك طفلي. غنكملوا مع بعض الحروف الهجائية اللي بدينا ومع حرفين جديدين. إن شاء الله غدا نحاولوا نثبتوا هاد الحروف في آخر الحصة بنشاط كيف المعتاد. دابا واش مستعدين؟ جاهزين؟ يلا نبداو على بركة الله. الحرف الأول اللي عندنا في هذه الحصة هو حرف اللام. حرف اللام. حرف اللام. نعاودوا مع بعضياتنا. لام لام لام. برافو. دابا غنعاودوا ولكن غتكرروا معايا. هذا حرف، برافو ما شاء الله، حرف اللام. لام لام. مثلو مثلو. ليمون ليمون. نكتبو ليمون مع بعضياتنا. ليمون ليمون. ليمون ليمون. نون. نعاودوا مع بعضياتنا الحرف. لام لام لام. ليمون ليمون. ننتقلوا للحرف الموالي اللي هو حرف النون. نون نون. شنو تلاحظوا هنا في حرف النون؟ شنو تلاحظوا؟ تلاحظوا ان النون تهز لينا واحد النقيطه، غير نقيطه وحده، غير نقيطه وحده تهز لينا الفوق الفوق. نعقلوا بان حرف النون عنده نقيطه وحده من الفوق. يلا نعاودوا مع بعضياتنا. نون نون نون. يلا دابا بغيت نسمعكم، بغيت نسمع تردوا معايا الحرف. يلا نون. برافو ما شاء الله عليكم. نون مزيان. نون نون. مثلو مثلو. نحلة نحلة. شنو تتعطينا هاد النحلة؟ شنو تتعطينا النحلة؟ تتعطينا العسل. تتعطينا العسل. نحلة. يلا نكتبوها مع بعضياتنا. نحلة نحلة. نحلة. نعود مع بعضياتنا الحروف. نون نون نون. نحلة نحلة. نعود الحروف من أول الحصة. لام لام لام. ليمون ليمون. نون نون نون. نحلة نحلة. كملنا وليداتي الحصة ديالنا. نتمنى يكون الدرس كان ممتع ومفيد وبطريقة سهلة وضحتو ليكم. ان شاء الله دابا غنتقلوا النشاط ديالنا كيف العادة اللي غادي يكون ممتع وشيق. يلا نتلاقاو في النشاط. السلام عليكم وليداتي. جينا النشاط اللي غدا نحاولوا نثبتوا به الحروف اللي قرينا. غنشدوا الحروف ديالنا نكتبوهم في الورقه بحال اللي غدا نرسموهم ننقلو من الاستاذ ديالنا، اولا ماماكم تكتبهم ليكم، اولا نخرجوهم في المطبعه اللي تيسر لينا غنديروه. وغدا نحتاجوا اللصاق والمقص، وغدا نحتاجوا الاوراق ملونه باش غدا نحاولوا ان نملؤوا هاد الحروف من الداخل. احنا غدا نشوفوا النشاط مع بعضياتنا. غنحاولوا نبداو بالحرف الاولاني اللي هو حرف اللام. غنديروا اللصاق ديالنا في الوسط بحال لا تلونوا الحرف بحال هكذايا. اها. وغادا نشدوا هاد الوريقات ونقطعوهم على الشكل اللي بغينا، يعني قطع صغار ولكن نحاولوا ما امكن نخدموا بالمقص بحذر. وغادا نديروا هاد اللون هذا، ولكن مره اخرى ما نديروش نفس اللون، ديروا لون اخر باش تجينا واحد الصوره جميله.
واخا يلا كنا نقبطوا الاوراق ديالنا الملونه ونحاولوا نملؤوا هذا الحرف كامل ما يبقاش عندنا فراغ من الوسط ديالو. واخا يلا وليداتي كنا نديروا نفس العمليه شفتوا باش نشوفوا في الاخير كيفاش غدا يخرج لينا هذا حرف اللام كيفاش غادي يولي لينا. يلا ولكن حنا نديرو هكا وتنقولو حرف اللام باش نعقلو عليه. حرف اللام، حرف اللام. برافو عليكم وليداتي، برافو عليكم. احنا كملنا حرف اللام. شوف كي جانا، شوف كي جانا الحرف اللام. شتو شحال جانا جميل حيت زوقناه بحال هكذا بهاد الاوراق الملونه. شفتو كي جا زوين. دابا غادي نمشيو نديرو نفس العمليه مع حرف النون. مع حرف النون غنشدو اللصاق ديالنا وغندوزوه من الداخل فقط بحال هكا، وما نساوش النقيطه ديالنا. ونفس العمليه غنكرروها، غنحاولوا نديرو الالوان مختلفه باش يجينا الشكل زويون. يلا مع بعضياتنا نقولوا حرف النون. هذا حرف النون، حرف حرف النون. حرف النون. غنشوفو كيفاش غادي يخرج لينا هاد الحرف تا هويا. شنو نسينا هنا؟ شنو نسينا؟ شنو تتقول لنا هاد النون؟ شنو تتقول لينا؟ تتقول لينا عندك وتنساو ليا النقيطه. ها هي حنا ما نساوهاش. حنا راه عقلنا شنو قالت لنا المعلمه. المعلمه ديالنا قالت لنا ان النون فيها واحد النقيطه من الفوق تتنساها. شفتوا هذا حرف اللام وهذا حرف النون. وصلنا لنهاية الحصة حبايبي الصغار. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالنشاط ديال اليوم اللي غيتبت لنا الحروف اللي قرينا في الحصة. حفظكم المولى عز وجل. نتمنى أنني ألقاكم في فيديو آخر بخير وعلى خير. إلى اللقاء. ما تنساوش الاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش، وتعليقات ديالكم تتهمني بزاف باش نطوروا القناة ديالنا نزيد القدام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.